بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فما سر السعادة؟ هذا السؤال الذي حير الفلاسفة وحير الحكماء، كيف تحصل السعادة؟ ذهب أكثر بني البشر إلى أن السعادة هي الجمع والادخار والوفرة، فوجدنا أن الإنسان كلما جمع شيئا اعتاد عليه فبحث عن آخر، كما يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثة، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرب. ذهب كثير من الناس إلى أن السعادة المال والبنون، والله سبحانه وتعالى يقرر أنها زينة وليست هي السعادة، فيقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذن ليس المال وليس البنون وليس الجمع والكثرة. المكان الجميل الهادئ شيء تطلبه النفس، والحدائق الجميلة كما يقول الله سبحانه وتعالى: حدائق ذات بهجة، فهذه تبهج النفوس ولكنها شيء مؤقت لأنه يزول بعد الاعتياد، إذ النفس طماحة وطماعة إلى أكثر من ذلك. النساء بالنسبة للرجال والرجال بالنسبة للنساء، نعم شيء يسعد النفس ولكنه مؤقت، إذ هذه الدنيا لا تخلو من أكدار. ذكروا في ترجمة يزيد ابن عبد الملك: وقد ولي الملك الحكم، ولي خلافة عظيمة، والمال بيده، وقد كان متعلقا بجاريتين حبابة وسلامة، وقال: لن يكتمل ملكي حتى أحصلهما، فدفع فيهما أكثر أو في واحدة منهما 20,000 دينار، مبلغ خيالي يفرط فيه بأموال المسلمين لأنه كان ماجنا فاسقا. وأتى بهما في مكان جميل في منتجع ومنتزه، وقال: مثلي ومثلهما كما قال الشاعر: فألقت عصاها واستقر بها النوى، كما قر عينا بالإياب المسافر. فبينما هو يعبث ويلهو، نثر حب الرمان فابتلعت حبابة هذا، أو غصت دخل في ريقها فماتت على أثر ذلك، فأصابه حزن شديد ونكد كبير لا يوصف. ذكروا أنه لم يدفنها حتى تغيرت، فاعترض عليه الناس فدفنها ثم نبشها ثم مات على إثر ذلك. إذن لم تكن هي سبب السعادة، فما سر السعادة يا ترى؟ الحكماء من المسلمين بعد أن فهموا عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام المراد من خلق الإنسان، ذكروا أن السعادة هي التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، كما يقول سيدي أحمد الدردير: فكن مسلما كي تسلما، واتبع سبيل الناسكين العلماء. أو يقول غيره: فوض أمورك للحكيم العالم، وأرح فؤادك من جميع العالم، واعلم بأن الأمر ليس كما تشاء، بل ما يشاء الله أحكم حاكمين. فاطرب وطب وانسى الهموم بأسرها، إن الهموم تزيل لب الحازم. هذا الشيء، هذا التسليم لقضاء الله سبحانه وتعالى، التسليم لقدر الله سبحانه وتعالى جزء من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إذ هو تحقيق فعلي وجداني سلوكي لا حول ولا قوة إلا بالله. الإيمان بالله سبحانه وتعالى من أركانه الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر فرع
من اعتقادنا أن لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك السادة الصوفية يقولون لا تفرح بالموجود ولا تحزن على المفقود، فيستوي عندهم الشيء مع ضده. الفرح الحقيقي هو الباقي، ذلك لأن النفس هذه زائلة. المال يعني يتصور الإنسان أنه يستطيع أن يحصل ما يريد، فنجد أغنياء قد ملكوا الدنيا بأسرها، يموت الواحد منهم منتحرا، ونجد أنهم يعانون من الاكتئاب. أشي اكتئاب يعني هذا الحزن الشديد. من أين؟ إذن الماء لم يحصل له الفرح الذي كان يتوقع. البنون يتوقع الإنسان معهم امتداد حياته، لأن الحياة محدودة، فهو الولد امتداد له. والله سبحانه وتعالى يقرر إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فالسعادة الحقيقية ما وراء هذه المادة. هذه المادة بلغة للآخرة، للطريق الطويل. ولذلك وجدنا شيئا عجيبا في سير الصالحين في تسليمهم لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. هذا الذي يفقد رجله التي من الله تعالى عليه بها، وهو عروة بن الزبير، فيقول الله سبحانه أعطاني أربعة أطراف أخذ واحدا، ثم يبلغ بأن ولدا له قد مات، فيقول أعطاني عددا من الأولاد وأخذ واحدا. دائما ينظرون باللهجة المعاصرة إلى ما يقال النصف الممتلئ من الكوب، ولا ينظرون إلى النصف الفارغ. هناك ما يسميه علماء النفس، أو بعض علماء النفس ممن درس وقام بأبحاث، ما يسمى متلازمة المربع الناقص. ما هي متلازمة المربع الناقص؟ ينظر إلى السقف في الجدار فيجد أن الجدار مكتمل، ولكن فيه أحد المربعات فيه خلل، فيبقى يفكر فيه، فيؤدي يسبب له تنغيصا وهموما إضافية. بينما لو نظر إلى الجانب المكتمل لو وجد أن الأمر ليس كذلك، وأن هذا النقص عوضك الله عنه بخير كثير. لذلك كان من سير الصالحين والأولياء الذهاب إلى البيمارستانات، المشافي، لينظر إلى أحوال الناس الذين فقدوا أشياء أنت معتاد عليها. يعني تصور هذا اللعاب الذي يسيل، ما الذي يحفظه؟ هناك مرض معين يجعل اللعاب يتسايل وأنت لا تستطيع أن تتملكه، وقد رأيناه، نسأل الله العافية لكل من مبتلى بهذا. هذه النجاسات التي تخرج منك، هناك مصرات تمسكها، يوجد مرض معين أو خلل معين يصيب الجسم فلا يتماسك الإنسان فينزل منه هذه النجاسات. تصور لو يعني عرض عليك أن تصاب بهذا المرض وأن تملك الدنيا بأسرها. الجاهلون من الملاحدة، وعلى رأسهم كارل ماركس، كان يقول الدين أفيون الشعوب، يعني هذا الدين يجعلك تعيش في مخدر. طيب ما هو البديل؟ ما هو البديل الذي قامت به الشيوعية من أجل أن تحقق السعادة المزعومة؟ قتلت أكثر من 20 مليون إنسان ولم تحصل تلك السعادة، بل تحولت إلى شقاء عجيب، وكان الواحد منهم يخاف من أثره لكثرة المظالم التي وقع بها. والله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكيف بمن فقد الإيمان والأمن وهما من مادة واحدة؟ التعلق بالله سبحانه وتعالى، التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وهو ليس كلاما يقال، بل هو سلوك يحتاج إلى تدريب وتمرين يحصله الإنسان بالذكر والفكر. بالذكر لله سبحانه وتعالى حتى يسيطر على كيانه، والفكر يتفكر في الجوانب الإيجابية، في النفع، في الوظيفة التي أقيم فيها. وظيفة العبودية هي التي تحقق السعادة التامة، وقد رأينا آثار ذلك.
وربما كل واحد منكم يستطيع أن يراه. رأينا آثار ذلك في وجوه المؤمنين الصابرين المحتسبين الراضين بأحكام الله سبحانه وتعالى قبيل الوفاة، وبعد أن يتقدم بهم السن يذهب الجمال، ولكن النور يكون مسيطرا، بينما تجد الكافر المعترض على الله سبحانه وتعالى وعلى أحكام الله سبحانه وتعالى قد يكون في زهرة الحياة الدنيا في شبابه مثالا يحتذى في الجمال، بعد ذلك النور يسلب شيئا فشيئا حتى لا يبقى شيء من ذلك، فيكون كما أخبر الله سبحانه وتعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج، إلى آخر الآيات. بخلاف نور المؤمن، نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى آخره. نور الإيمان ظلام الكفر، كلاهما قرينة عن شعور الإنسان بفضل الله سبحانه، إذا شعر بأفضال الله تعالى عليه وبنعمه المتكاثرة التي لا تعد ولا تحد تجده صابرا محتسبا، بل يتحول من مرحلة الصبر إلى مرحلة الشكر. ولعلي ذكرت في تسجيلات سابقة قصة ذلك الرجل الصالح الذي زرته من مدينة حمص، وهو لا يملك شيئا من الدنيا ولا من زخرفها ولا من زينتها، لا مال ولا عيال ولا أولاد ولا زواج، وهو مصاب في عموده الفقري منذ كان شابا، وكان ومضى على هذه الحادثة أكثر من 30 سنة، وحينما تجلس معه تجده هاشا باشا مستبشرا فرحا، بل يزيل عنك الهموم ويكثر من قوله بدا حمد وشكر، يعني الأمر يحتاج إلى حمد وشكر لنعم الله المتكاثرة. هذا بسبب الإيمان وبسبب أنهم حصلوا السعادة الحقيقية. يكفيك أن هذا الكافر المسكين لماذا يظلم وجهه ويحس بالاكتئاب؟ لأنه يستشعر أنه سيفقد ذلك النعيم عن قريب حينما يأتي أجله، بينما المؤمن يطمئن ويفرح بلقاء الله سبحانه وتعالى ويعتقد أن السعادة الحقيقية قد ابتدأت، فهو يقترب من السعادة الحقيقية. ولذلك تجد في أخبار وفاتهم العجب العجاب، هذا أبو حامد الغزالي كبير علماء الإسلام وكبير الصالحين في عصره، وهو مجدد المئة التي عاش فيها وأثره لا يزال باقيا في المسلمين، وقد حانت ساعة الوفاة، وقد روى ذلك عنه أخوه، يقول: قال أبو حامد: أحضروا للكفن، فأحضره وقبله وقال: مرحبا بلقاء ربي، مرحبا بلقاء ربي، واغتسل ولبسه ومات، أو شيء من هذا القبيل. لما هذا الفرح؟ لأنهم فرحوا بنعمة الله تعالى. قل: بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الجمع لا يحقق السعادة، النساء لا تحقق السعادة، زينة الدنيا لا تحقق السعادة، وكثير من الناس يتصور أن نعظه وعظا فارغا، لا والله، وجدنا هذا ولمسناه، ولو وجدنا مدد الله سبحانه وتعالى حينما تأتي المصائب العظيمة والكوارث نجد مددا من الله سبحانه وتعالى، وفرحة تغمر القلب ربما تنسي الإنسان الحزن، وربما جعلته يعيش في حالة سكر كما يقول ابن الفارض، وإن كان هذا لا يليق في حق الله، ولكنه قاله في حالة غمرة، فيقول: عذب بما شئت غير البعد عنك تجد، أوفى محب بما يرضيك مبتهجي، وخذ بقية ما أبقيت من رمق، لا خير في الحب إن أبقى على المهجي. فيقال إنه قد أصيب بحصر البول فتألم كثيرا، ثم ذهب في الشوارع يعطي الصبيان أموالا ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. نعم، فرحتك بالله سبحانه وتعالى تنسيك الأحزان، ولكن ابق في عبوديتك لله سبحانه وتعالى، واعلم أنك منقهر لأمره جل وعلا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.